أطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي السبت الماضي حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عادل الحسني المعتقل في عدن من قبل القوات الانتقالية المدعومة إماراتيا. الصحفي عادل الحسني يعمل مراسلا لعدد من وكالات الأنباء العالمية مثل الجارديان البريطانية وواشنطن بوست والبي بي سي، وهو صاحب جهود كبيرة في نقل معاناة أهل عدن على المستوى العالمي. وطلب الناشطون تحت هاشتاغ أطلقوا سراح عادل الحسني منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والسلطات اليمنية بالتدخل لوقف ما يتعرض له الحسني من تعذيب والعمل على إطلاق سراحه. نشاهد بعض التفاعلات ثم نعود.